وين تأخروا هدول؟ يلا هلأ بيوصلوا. شفت كيف الناس عم يستقبلوك يا جيم؟ ايه ماما زين، الحمد والشكر لله. ألف جايك استقبلك بنودي. شفتي خالك؟ دخيلة أنا. شفتها، إن شاء الله عقبال عندكم. وقفوا. يسلموا. آه يسلموا هالإيدين. خدي لشو. شكرا. سامحينا ماما زينو. جيمو أغا أنت كمان سامحنا، ما بينحكى على شرفكن ونعرف هالشي، ورغم معرفتنا هالشي وقفنا على بابكن وقت كانوا البويطلية عم يتخبطوا ليطلعوا من المشكلة. مو مهم، مضيت وراحي. يا ريتنا صبرنا وما لحينا، لو متفهمينكن ما كان راسنا قدامكن بالأرض هيك. إذا إجيتوا عبابنا مو مشان تطلبوا صدقة، لتطالبوا بحقكن. بالنتيجة الجمر بيحرق محل ما بيوقع، والغرقان بيتمسك بالتعبان. بس ما بينطلب المدد من التعبان، وقت بتمسكوه بيغرقكم فورا، ما بيقدر يعمل غير هيك لأنه هو تعبان. واسمه سيفو. شو ما قلتي معك حق يا خالي. انقال كل شي وخلصنا. يا أغوات يا ستات، بما أنه جايين على فرح، تفضلوا لنشرب قهوة الفرح كلنا سوا. يلا تفضلوا. دق يا طبال يلا. هاتي لشوف. يا أغوات يا ستات، يلا تفضلوا استريحوا هون. انتبه لا تستفرغ عليه. لا إذا هيك هاتي لشوف. بقدر بحملها؟ شو عم تحكي أنت؟ إيدان خلينا نعطيهم ألف ونحن منعمل ولد تاني، شو رأيك؟ ما أحلاكي يا بنت. هلا جم وآغة طول وعرض بس كسلان على الآخر. بالله. أخذوني على مستودع وفتشوا موبايلي، كان رقم جنكيز مسجل. ضغطوا علي سيفو، ضغطوا كتير. آغا الأستاذ محسن. شو طمنا؟ الأمور كويسة، لا جنكيز ولا سيد بهزاد ذكروا اسمك بإفادتهم. اسمك مو وارد، ما في داعي للبكة. ماشي روح. حاضر آغا. قلت لهم شي تاني؟ احكي برهم، احكي. شو هاي تافه زينو والكلب حقي، شو قلت لهم كمان؟ شو هاي شغلة خطف الولد؟ جاوبني لشوف. جاوبني. سيفو آغا خطف ابنه. شو؟ ايه سيفو آغا خطف ابنه. ليك سيفو، والله ما قلت شي ابدا. انت متأكد؟ ليش انا بكذب عليك يا سيفو؟ فكرت كثير. الجماعة طالعوا لي روحي للصبح يا سيف. دخيلك قدر الحالة شوي. ماشي لا تبين بالساحة، روح على البيت اللي بنار لي بهشة وتخبى، وما بتمد راسك على محل بدون ما أقلك أنا. حاضر. واقف شوي. هات تليفونك. هات تليفونك. استنى.
خود استعمل هاد، مضمون ونظيف وما بتتصل بحدا غيري ابدا، مفهوم؟ مفهوم سيفو. هلا اروح من هون. ليش ما رحت؟ ليش عم تطلع هيك؟ سيفو انا اسف كثير، ما كان بدي يصير هيك. ماشي برهو، يلا روح. واحد كلب، الله عليم بشو بلانا. اكيد حاكي، مبينة من عيونه. الجلسة بكرة. ماما يا روحة، لسه شغلك مطول؟ لازم نحكي أنا وعمك المحامي. أنت تفرج على التلفزيون يا روحي. ماشي. يا ريت عنا كم يوم تانيات. شو بيتغير؟ الشرطة فتشت البيت اللي انخطف فيه سليم، نتائج تحليل البصمات والأدلة الجنائية هدول بيعني وقت. سليم رح يروح من إيدي؟ ما هيك؟ ما بحب استعمل هالكلمة بس. مفهوم. هاي آخر ليلة إلي مع سليم، مع ابني، هذا اللي قصدته معي؟ ايه للأسف. أنا لازم روح على محل. لوين؟ ضل شغلة وحدة لازم جربها، رايح أجربها. شوفك بعدين. ليكي ما في داعي توصليني على الباب، نزليني هون وبمشي هدول الخطوتين. ليش؟ ظهورك بهي السيارة بخرب مكانتك؟ عيب هيك ها؟ أصلاً مكانتي خربت من زمان كتير. ما فهمت. إيش وما شفتي وش المصلح؟ من قدام الزلحفة تبعك ومن ورا الجمل تبعي، يعني هذا آخر شي كنت بتوقعه، زلحفة عم تسحبني. شو؟ خجلت كتير؟ لا مو لهالدرجة. صحة وهنا يا أغوار. الله يهنيكي ماما زينو، منشوفك بعدين. لوين رايحين هلا؟ خليكن متغدى مع بعض. تسلمي ماما زينو، بكفي هالقد عذبناكن، لا يحرمنا منكن ان شاء الله. يلا بالسلام. الحمد لله على سلامته. الحمد لله على سلامته. الله يسلمكن يا غواد. يلا مع السلامة. الكرسي ما بيرجع لورا؟ هدول رايحين يستقبلوا جيمو اللي حكيت لك عنه. شو هالسيارة هاي؟ مثل اللعبة. العمى طلع عمي من جواتها. شو هالحكي محمود؟ كأنك عم بتقول طلع من البيت. شوفوا هاد ملاقي بنت تاني. ليكي شفتي قديش عيلتنا ضحوكة؟ تعالي لعرفك عليهم. أهلا أهلا سلامي. أهلا أهلا. العمى والله فادك السجن لك ابن أخي. شو سمنال ما؟ ليكي لك 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 أحلى أخوات الدنيا هي، ملكة الأخوات. الله يخلي لي ياكي. لعرفك أختي بيرة أورفة الست زينو. مرحبا. أهلا وسهلا، شرفت بمعرفتك. ابن أخي جيمو اللي قلت لك عليه. مرحبا. واليوم طلع من السجن. هذا أنت؟ مع الأسف. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. شكرا كثير على كل شيء. ولو يا ريت يطلع بإيدنا أكثر من هيك. ما قصرت معنا. إذا لزمك أي شيء معك تليفوني. بتصل. معناته منقي بأثري. حلو كتير. إيه عم نهتم بالأثار التاريخية بمنطقتكم. والله بزماناتي كنت مهتم بالأثار التاريخية،
بس ما اعتبرونا منقبين. حقي انت حابب تقلي شي شغلة؟ هذا شو بدي اقول لك يعني؟ انت مالك اخت بالتاريخ كله. تعي هاتي بوسك. اخ ما في مثلك. حقي نتواجه بعدين ان شاء الله. بدنا نبقى قاعدين بجنينة ندخل لجوا ناكل مع بعض. شكرا كثير. وقت تاني بدي التقي مع رفقاتي، لازم نشتغل من الصبح بكير رايحين على حسن كيف. ماشي، بس عم نستناكي بأقرب فرصة. ماشي وعد. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. الله معك. عن جد عن جد ناس رائعين، غرت كتير. يا ربي دخيلك. يا الله شو هاد؟ لك مين لزق شعار فنار بهشة على سيارتي؟ ولا ملعون. نعم عمي. ملعون. هلا هيك يا محمود. شو هذا؟ انا ما بشجع فنار بهشة، شو بعمل فيها هي؟ ما بتفرق اخت ايسل، شي يوم الكل بيصيروا فنارية. سكت عامر، بلشت انت. ليك ما رح مرق لك اياها، يكون بعلمك. ولك هي بتتلزق هون؟ يعني بشرفك هي عم نقول. يا محمود يلا بشوفك. لا تواخذينا. ولا يهمك. طب ادهني سيارتك اصفر وكحلي. ايه؟ طبعا طبعا. شو السيارة ولا البنت؟ كأنه النار مبلشة تشعل. ها شو بكون؟ شو؟ منك أنت مع نسوان. شو عم تعملوا؟ ولك شو عم تحكوا من ورا ظهري؟ ها؟ والله انتوا عم تطبخوا شي طبخة. أنا رايح، يلا باي. يا عمو لا تروح. لا تروح خلص، خليك. لا لا خلص عليك. هذا لك ما عملنا شي. دمي عمي تعا، انت شو عم تعمل ولك؟ أثار تاريخي. ها أنا بتخشي. بعدين بنحكي. شو اليوم؟ ضيف رايح وضيف جاية. تفضل. معوضين إن شاء الله. يلا قول ماما. قول ماما. كلمة ماما كتير حلوة يا مظلوم، لو تعرف. المشكلة إنك ما بتعرف قيمتها إلا بعد ما تفقدها. يلا يا حلو قول ماما. مظلوم هاي ماما. ليك حبيبي اسمعني، يلا قول ماما. ماما. دخيلك أنا. تعذبت كتير وحطيت روحي على كفي وكله على الفاضي. رح أخسر ابني، رح أخسر عينك كنت عينك، حتى العدالة إيدها مربطة. فجأة خطرت على بالي قديش هالشي صح، ما بعرف، بس لازم حدا يوقف سيفه عند حده. لازم. صار توقف هاد الزلمة واجب. مبارح لما رحت انت لتجيب جينكيز زلق برهوم قدامنا شغلي. بشو زلق؟ معقول واحد يخطف ابنه بدون سبب؟ والله يا ماما زينو. لا تناديني ماما زينو. جاوب يا كني، ليش سيفه خطف ابنه؟ اتركي رقبتي. لك اتركي رح تخنقيني. مهند. امرك يا خانم. اوصف ركبته لهالكلب. ركبه بتوجع كتير، اوصف رجله. لا يتوجع يتوجع. اوصف ركبته لك. رح اوصف. لا اعمل لك اول. رح اوصف. اعمل لك اول. بعدي. شو قلت؟ رح احكي رح احكي، اتركوني. برافو عليك، اتركوا مهند. يلا لشوف احكي. مشان الحضانه. حضانه شو؟ سيفو بده يرمي الشغله على مرته وياخذ منها حضانه الولد. اخ من السافل اخ، اخ من الواطي الوسخ اخ. معقول يعمل هيك شغلي مشان يبعد ولد عن امه؟ هالشي مو معقول، هذا زلمه مجنون. مين اللي عمل هالشغله وخطف الولد؟ واحد اسمه هاشم. وينه هلا وشو بيشتغل؟
يمكن بيحرق. معناتها لازم نلاقي هاشم ونطالعه على جلسة بكرة. طيب تقدروا تعملوها؟ رح نجرب بنتي، بنعمل اللي بيطلع بإيدنا. إذا بتعملوا هالشي وبتمنعوا هذا الزلم الواطي من أخذ ابني مني، هاد واحد بلا أصل بده يسرق ولد من أمه، وأني بدي ضل عم بتفرج؟ بعدين كيف بدي أطلع بوجوه اللي بينادوني ماما زينو؟ بتنقذوا حياتين سوا، حياتين، حياة ابني وحياتي. مثل ما بتعرفوا، اعتبارا من 1 نيسان دخل قانون العقوبات الجديد حيز التنفيذ، وعلى هالأساس كيف بدي أقولها؟ لا تخجل، احكي بصراحة. طيب لازم ناخد تقرير من مشفى الأمراض العقلية إنه بنتك مو متوازنة من ناحية العقلية وعندها مشاكل مخيفة، ومنقدم طلب للمحكمة اللي أصدرت حكمها، وهيك منقدر نطلب تأجيل تنفيذ الحكم. شو ما لازم أعمل أستاذ ماهر؟ سافر فورا، ركاب وروح على اسطنبول وجيب لي بنتي لعندي. ماشي رجاء آغا، شو ما لازم رح أعمل؟ روحت الأستاذ على اسطنبول ورجعته، وتكاليف إقامته كلها علينا. منحلة بابا. لروح بلش التحضيرات. لأقوم امشي معك، تفضل. لا تعذب حالك، بعرف الطريق. بعمل لك الحجوزات وبتصل فيك وقتها. ما في مشكلة. يلا عن إذنك. خلف، اطلع ورا راسي آغا. يا أستاذ، جيب لي بنتي. اوعك ترجع بدون ما تجيبها معك. لا تهك الهم، بخاطرك. شو خاطر ببالك؟ ردة الفعل. ردة فعل شو؟ زينو. تركنا من الست زينو، حكيت معها. والباقيين؟ حقي، جيمو، حتى الأولاد، عيدال ومحمود، زليخة أختي كمان، وبحبها. الصراحة أنا كمان بدي إياها أن تحط مظلوم بحضنا وتدور فيه برد لديار بابا. قصدك تقول تستاهل تزعل البويطلية؟ مظبوط؟ هاي الشغلة مو بس بتقلق عائلتهم بابا، بتقلق مدينة بحالها. أليف دفعت حياتها مشان راحت هاي المدينة؟ أنا ما بعرف إذا عم تفهمني. اتفقتي أملك بنتي. تسلمي. لا تنسي، إمتى ما حسيتي إنك متضايقة نحن هون عيلتي. شكراً كتير، لا يحرمني منكم. تفضلي. أغا، تاخدوها وبتسلموها لمضافة الشرطة، بإيدكم أنتوا. ها؟ حاضر. بعدين بترجعوا بدنا نروح على حران. حاضر. يلا لشوف بسرعة. مهند تعال هون شوي. حاضر خانم. ليك الزلم اللي اسمه هاشم بحران. ماشي خانم. بدكن تعملوا شو ما كانوا تلاقوا. أمرك يا خانم. ما في وقت. ها، بدكن تلاقوه تجيبوه الليلة. ولا يهمك يا أغا. ليك ما عاد تشوف ليلى حتى بمنامك إذا ما جبته. بس يا أغا. ما في بس وما بس. ماما زينو. لا تتطلع فيني أبدا. الليلة الليلة، الساعة عم تمشي. ركود ركود. لك ليش واقفين هون؟ اطلعوا يلا يلا. حقي. ليك نحن عم نعمل منيح مع هاي المرة. ليش عم تضحكي يا بنت؟ مهند رايح هلا؟ ايه يا ليلى رايح. طيب الشغلة خطيرة؟ والله شو بقول، يمكن نروح وما نرجع. مهند بلكي صار عليك شي. ادعيلي ارجع لعندك وبس. اعطيني بوسة يا بنت. بلكي حدا اجا. ما بيجي. بوسك بسرعة وبطلع. ايه بس بوسي بسرعة. الولد. لحظة اختي. شو عم يصير؟ مهند شو كنا عم نغني بالطاحون؟ ما عاد فيكن تتحملوا؟ لا تكون مفكر حالك رايح على شمال العراق عملية ورا الحدود، ولك كلها على بعضها شغلة تمسك راعي من عندنا وتجيبه لهون. نلع. تأمر يا أغا. نلع بقى.
امسكها وتعال. وانت شو عم تعملي؟ ركدي اغلي الشاي بسرعة يلا. حاضر اغا. ولك آيسين، كل هالتعصيب بسببك انتي. الو نعم. طلبت منك شغلة. بعرف. شو صار بمراد؟ مو سهلة هالقد. لا تحكي معي بمياعة. مالي علاقة قريبة معه، ما فيني جيبه بسرعة، بشك فيني. بس قريبين من بعضكم لحتى وصلك بسيارته عبيتك؟ مو مثل ما أناك مفكر، ما في شي بيناتنا أبدا ومو ممكن يصير شي. تركينا من هالحكي هاد، أنا ما بفهم هيك. معك 3 أيام مهلة، بـ3 أيام يا أما بتجيبي لي مراد أو أنا بروح بقطع لك راسك بإيدي. يلا يا ولد يلا أولى ماما، يلا أولى ماما. ما قدرتي تعلمي يقول ماما؟ كل الحق عليكي. متوقعة إنه يقولها بأي لحظة. يلا مظلوم قول ماما ماما ماما. ما أحلى تطليعته. إيه حلوة كتير. قديش ضيعت وقت، ربيت ولدين ودائما حبيتهم من بعيد. بعد ما تنقطع الحركة بالليل ويناموا كأني إذا حطيتهم بحضني وبستهم ولعبتهم بتقوم القيامة وبدنا نخسر الأغاوية. لك شو كان بيعرفني إنه الولد اللي ما عبرت له عن حبك بشكل صريح بينتزع. أنا فهمت هالشي لما خسرت زلوخ، لما خسرت زلوخ، لما وقع الفاس بالرأس. ها يلا ماما. مظلوم ماما. يلا مظلوم ماما. ها ماما قول ماما لشوف ماما. مساء الخير اسماعيل اغا. مساء الخيرات، اهلا وسهلا. عدم المؤاخذة ازعجناك، عم ندور على هاشم، قال من هي الضيعة. هاشم بمر على الضيعة كل فترة وفترة، كأنه جاي ياخذ شغلي، صار لي زمان ما شفته. لما بيجي وين بيعود؟ عنده بيت ورتانه من عمه، عمه اعطاك عمره، والبيت موجود بأول الضيعة على اليمين. دلنا عليه لنشوف خال. بتروح من هون على اليمين وبتضلك رايح دغري، بيت أرض ديار كبير وهو 3 غرف. تسلم، يعطيك العافية خال. الله يعافيك. هلي بابو أمانة مانة. خطوطك سليمة ورسمك قوي، حدا عطاك دروس بالرسم؟ لا، بالمدرسة بس كان أحب درس على قلبي. ليش عطول شجر؟ شجر وغابة، ناس المفقودين هنن بهي الغابة متخبعين. من مين؟ مني. ليش؟ لأنهم خايفين. من شو خايفين؟ الموت أو مني، شو بتفرق؟ الاثنين واحد. ادخل. دكتورة عم يتصلوا بالمدام زليفة. مين؟ والدة. فيكي تحكي. بابا. بنتي زلوخ. بابا كيفك بنتي؟ اشتقت لك كتير بابا، لإلك ولأبني ولأخي. رح طالعك بنتي، بعدت المحامي اليوم على اسطنبول، أكيد رح تطلعي، ما بقى كتير. ليكي في واحد بده يحكي معك هون. مين بابا؟ يلا ابني. يلا يلا مظلوم. ماما. قول ماما. ماما. مظلوم حبيبي مظلوم. ماما. ماما. يلا قول ماما. يلا يلا. عم بيقول ماما، عم بيقول لي ماما. بابا
يلا وقف شوي، بدي احكي مع عمك. هات لشوف. بابا انت على الخط؟ على الخط زلوخ، على الخط يا روح قلبي. معك ليكي، ابنك عم ينادي لك. انت بس اصبري يا زلوخ، ما بقى كتير، اصبري بنتي. ماشي بابا ماشي. يا حبيب قلبي، جدو قول، جدو قول، جدو قول لشوف. تعال هون لشوف، تعال هون. الحق علينا، لخبطنا له عقله للولد. يا سبعي أنا. الزلمة دلنا لهون، لا تطلعوا صوت، طلعوا فيني، بدنا نطلع الزلمة على المحكمة، بدنا يا عايش ها؟ مفهوم؟ ماشي أغا، منيح اللي قلت يا أغا، أنا نسيت هالشي. امشي ولك، نسي، امشي. خلنا نطلع من هون. عم يهرب بسرعة، يلا الحقوه. وينه هذا الزلمة؟ الله يلعنه. روحنا، طلعوا فيني، توزعوا، دوروا بكل محل، راقبوا مدخل الزقاقات. مسكتوه مهند؟ لا يا أغا، مع الأسف روحناه. تفي، مو بعيد، بقلب الضيعة، لازم ما نخليه يطلع من الضيعة أغا، لازم ندعم. مهند اسمعني، فتحوا عيونكم منيحة، لا تروحوا الزلمة، أنا جاي فورا. ماشي أغا. انفصل عن بعض، ما هيك ماما؟ رح ياخدوني بعرف. سمعت اللي قال لك يا المحامي اليوم؟ مننام سوا الليلة؟ ماشي مننام، تعال. ماما لا تتركيني، ماما الله يخليكي. يا روحي دعي لنا، يا روحي انت دعي لنا. وانتي ماما دعي، دعي من قلبك حتى الله ما يخيبك، بعدين بتعرف هو بيقبل دعاء الأولاد بسرعة أكتر. ليش؟ لأنه الأولاد بيدعوا من قلبه، بعدين الأولاد بريئين كتير وحلوين كتير. في حركة؟ ماشي، انتبهوا منيح ها؟
الزلمه اللي هلا بالضيعه؟ بالضيعه اغا. انت متاكد؟ ضيعناه من ايدنا وبنفس اللحظه ربطنا المخارج. اكلتوا هوا وروحتوا، وين نلاقيه هلا؟ دور على ابره بكومه قش. الكلاب يا اغا، لحظه فزت كلاب الضيعه كلها. الزلمه شك طبعا. اذا ما لقينا هذا الزلمه للصبح بتشوف شو بدي اعمل فيك. يلا خد رجال، يلا امشوا لك، يلا تحركوا، يلا. انت منيحة؟ ايه، ليش عم تسأل؟ لأنك شاردة كتير، ما نمت بالليل. هذا القلق مانو إشارة خير يا بنتي، وعلى الأكيد هو من أعراض مرض الحب. ايه خلص يا، انتو ما عندكم شغل؟ يلا حل عني يا كرم، أنا لا أناسبك أبدا. مو كرم ابني، آيسل آيسل. لا تخلوني انزل فيكم هلأ. ماشي ماشي. شي غريب يا. غرفة سليم جاهزة؟ جاهزة أبا. أنا اتفقت مع جماعة الكمبيوتر، اتصل فيهم قلهم لا يتأخروا. تأمر أمر أغا. الكمبيوتر بيتركب بغرفة سليم، وما ينسوا ينزلوا له ألعاب، مفهوم؟ مفهوم أغا. المسا بتعملي أكتر أكلات ويحبها سليم، أهم شي بهذا البيت هو راحة ابني، مفهوم؟ مفهوم سيدي. تأمر أمر يا أغا. رح يجي ابني لهون، أخيرا صار إلي، إلي وبس. يحيى. أمر آغا. إجا المحامي؟ بالصالون آغا عم يستناك. بسرعة يلا بسرعة. صباح الخير. صباح النور. أهلا وسهلا. أهلا فيك آغا. معجوم ها؟ إيه والله، تفضل استريح. قالب الدنيا من الصبح وصوتك معبي البيت كله. إيه هذا يوم عظيم. صب الشاي. يوم عظيم. ايه ولي العهد رح يرجع على قصره، الملك مزاجه عالي، هذا اللي بده يصير. الجلسة امتى؟ بال11، لسه قدامنا ساعتين. ما عم تحسن تهدى ما هيك؟ اذا ما مسكت ابني من ايده ودخلت من ارض الديار وهو ماسك بايدي ما برتاح محسن. هدي حالك سيفه، محلولة. بعد ساعتين رح تكون حر ومعك ابنك كمان وساق فيني. ان شاء الله. تعال نيجي. اوعك روحوا من ايدكم. اوعك تروحوا من ايدكم، لحقوا جايين. شو مهند؟ اسفه انا ايسل، بس اذا بدك بكون مهند. عدم المؤاخذه، عم بستنى تليفون مهم. وينك انت؟ حسن كيف؟ شغل التنقيب. وانت؟ وانا بحران، ونحن كمان حاليا عم نشتغل بالتنقيب. عن جد؟ عشو عم تدوروا؟ عشو بده يكون؟ عم ندور على واحد وسخ لدرجة انه غاطت بالوسخ لأنفه. لازم سكر، بتصل بعدين. ايه مهند. اغا شافوا واحد عم يهرب حوالي بيرق تبه، يمكن هاشم، الرجال ملاحقينه. ماشي جاي جاي. امشي يلا بسرعة.
انت وانت لفوا من ورا، وانت وانت استنوا هون. دخل على بيت بحران، يمكن هاشم. انت جاهز؟ تعال لشوف. دخيله دخيله، طالع حلو كتير. انت جاهز؟ يلا اطلع. الو نعم، انا جوليا رايحة على المحكمة. لو صاير معكم شي كنتوا اتصلتوا، بعرف. بس مع الاسف بنتي لهلا عم نلاحقه، حقي ورجال بالضيعة، عم بستنى منه خبر. مفهوم، مع هيك شكرا إليك، يعطيك العافية.